يا سلام يا سلام عليك يا مرداسي، كفو والله. هذول الحكام اللي فعلا يرفعون الراس. يا مرداسي والله فرحتنا يعني، وازدادت عندنا الوطنية كذا. مش إلا شخبار المرداسي، أكيد لما رجع أكيد شور كرموك تكريم أسطوري. توقيع عقوبة سرية على المرداسي بسبب الأهلي. طيب ما في غير المرداسي نتفاخر فيه؟ ما في. طيب أفضل مقيم حكام؟ ما في. أفضل مراقب حكام؟ ما في. في فريق عمل باب واحد اكتشف أسرع حكم ممكن يحكم لك مباراة. في ولا ما في؟ الحين الآن نبي نعرف لجنة الحكام وش قاعدين يسوون؟ يعني يشتغلون ولا ما يشتغلون؟ ألو. أيوة. ألو. عبد العزيز. أشر السماعة لين أقول لك ابدأ. ها؟ لا تبدون، لا يبدون، لا تبدون ولا ثاني واحد إلا مع بعض. أنتم جاهزين؟ حط الكرة يا سر بعد. حط الكرة بس لا تبدأ إلا مع عبد الشارع. دقيقة. ماذا يقوم به الكابتن؟ بأمانة أخجلتني يا أستاذ عمر. هذا الشغل، هذا الشغل، ولا أحد يجي يقول لي لجنة الحكام ما تشتغل. شفتوا بعيونكم الشغل، والجماعة مو بس شغالين في الملعب، حتى بر الملعب شغالين اجتماعات ويجتمعون مع بعض حساب ويحاسبون بعض. احد يقول ركله جزاء؟ ها شباب قرار مش سهل. ها احد يقول تحايل؟ ها. اللهم صل على حضره النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ تصفيرك واحتساب ركله فره غير مباشر وانذار اللاعب كان هو القرار الصحيح. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ جلد ويجلدون بعض. قرار اللي انت سويته في مباراه الفيصل والاتحاد إن أنا قرار صحيح، ما يهمني أنا لو والله في الدقيقة 90، لأن أنت في قرارات الدقيقة 92-93 خدتها صحيحة، بنقول لك صحيحة. بسرعة أنت كمان، بسرعة والله، بسرعة عشان عقدان أنا بشكل